السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف ندرس النص المنطوق الديك المغرور. إذا النص يقول: جاع الثعلب جوعا شديدا فوجد ديكا في الحقل مزهوا بنفسه يصيح على حائط مرتفع، فتقدم منه بحذر وراح يتظاهر بالضعف والمرض والعجز، ثم خاطبه قائلا: صباح الخير أيها الديك الجميل، يا ملك الطيور وسيد الدجاج. الديك قال: أهلا بك، ماذا تريد مني؟ الثعلب: أنا لا أطلب شيئا لنفسي، لكنني سمعت أن جماعة من الدجاج تبحث عن ديك شجاع جميل صاحب عرف يليق بالتاج لتتوجه ملكا عليها. تعال معي لأنصبك قبل فوات الأوان. الديك: نعم، سآتي معك بفرح وسرور. مشى الثعلب على مهل والديك أمامه يستعجل الوصول إلى المملكة، وعلى الطريق هجم عليه الثعلب من الخلف فدق عنقه وأكله وهو يقول: هذا جزاء الغرور، والآن أبحث عن مغرور آخر. إذن هذا هو النص المنطوق، إن شاء الله لحين يطلقوا له تلاميذ يوم الأحد تقرأ عليهم المعلمة مرة أو مرتين أو ثلاثة على حسب درجة الفهم وتركيز التلاميذ، ومن بعد تطرح عليهم الأسئلة. إذن السؤال الأول يقول: سمي الشخصيات المذكورة في النص. الشخصيات المذكورة في النص عندنا ثلاثة، عندنا الديك، عندنا الثعلب، وعندنا الدجاج، جماعة الدجاج. السؤال الثاني: بماذا شعر الثعلب؟ إذا في النص في الأول قال أن الثعلب جاع جوعا شديدا. ماذا وجد في الحقل؟ وجد الثعلب في الحقل ديكا. كيف وجده؟ وجده في الحقل مزهوا بنفسه يصيح على حائط مرتفع. سؤال ثلاثة: بماذا تظاهر الثعلب؟ إذا تظاهر الثعلب بالضعف والمرض والعجز. سؤال خمسة: ما هي الحيلة التي استعملها الثعلب لإيقاع بالديك؟ واستعمل معه الحيلة، واش قال له؟ قال له: صباح الخير أيها الديك الجميل، يا ملك الطيور وسيد الدجاج. الديك قال: أهلا بك، ماذا تريد مني؟ الثعلب: أنا لا أطلب شيئا لنفسي، لكنني سمعت أن جماعة من الدجاج تبحث عن ديك شجاع جميل صاحب عرف يليق بالتاج لتتوجه ملكا عليها. يعني هنا كيفاش كنخلو؟ قال له: أنايا ما نسحق والو، أنا من عندك، مي بصح سمعت باللي كاين جماعة من الدجاج راهم يحوسوا على ديك جميل وشجاع وصاحب عرف كيما انت يا جميل وشباب جميل وشجاع وصاحب عرف، تريد ان تتوجه ملكا عليها. سؤال رقم 6: هل انطلت هذه الحيلة على الديك؟ نعم، هذه الحيلة مشات مع الديك. ديك كان مغرور ونية في نفس الوقت، لكن الثعلب كان حيلي، ما راه لا رحمة لا شفقة، كذب عليه وقال له بلي سمعت جماعة راهم يقولوا بلي راهم يحوسوا على ديك شجاع وجميل، بيسك انت يا فيك هاد الصفات، يلا نديك اليوم باش يرجعوك انت هو الملك تاعهم. سؤال رقم 7: كيف كانت نهاية الديك؟ كانت الموت. كيفاش كانت الموت؟ قال: مشى الثعلب على مهل والديك أمامه يستعجل الوصول إلى المملكة، وعلى الطريق هجم عليه الثعلب من الخلف فدق عنقه وأكله. إذن الديك مات في الطريق. سؤال رقم 7 قال: كيف كانت نهاية الديك؟ خلاص قلناها، إذن هي الموت. رقم 8: اذكر الصفات المناسبة لكل شخصية، يعني شخصية تاع الثعلب والديك. إذا الديك كان مغرور
والثعلب كان كذاب وخائن. الآن نمر إلى واحد زوج تمارين يديروهم في دفتر الأنشطة. واش يقولوا هاد التمارين؟ التمرين يقول أربط الشخصيات بالقول الصادر عنها. الثعلب، وعندنا الديك هنا يا أقوال، مثلا أهلا بك ماذا تريد مني؟ شكون اللي قالها؟ قالها الديك، ما قالهاش الثعلب. الثعلب قال له صباح الخير يا أيها الديك الجميل صاحب العرف. لكن شكون اللي قال هذه الجملة أهلا بك ماذا تريد مني؟ قالها الديك. تعال معي لأنصبك قبل فوات الأوان، هذه الجملة قالها الثعلب. نعم سآتي معك بفرح وسرور، شكون اللي قالها؟ قالها الديك. هذا جزاء المغرور، والآن أبحث عن مغرور آخر، شكون اللي قالها؟ قالها الثعلب. يعني كخلاصة القبل واش نقولوا، ونجيو لهنايا للصوره ونعاودوا نطلبوا من الطفل تاعنا يعبروا لي على الصوره. اذا ماذا نلاحظ هنا في الصوره؟ هنا حقل، هنا ثعلب، وهنا ديك. اذا ماذا كيف كان الثعلب؟ الثعلب كان جائعا كثيرا. وماذا راى في الحقل؟ راى ديك واقف على الحائط يصيح كوكوريكو كوكوريكو. ثم خاطبه الثعلب، قال له صباح الخير أيها الديك الجميل، أيها الديك الجميل والشجاع. إذا الديك ماذا رجع له؟ قال له أهلا ماذا تريد مني؟ ثم قال الثعلب أنا لا أريد شيئا منك، لكني سمعت جماعة من الدجاج يبحثون عن ديك باش يتوجه ويصبح ملك عليهم. تعال معي قبل فوات الاوان، قال له الثعلب. الديك امنوا راح معاه في الطريق. واش دار الثعلب؟ الثعلب هجم على الديك وعضو من العنق تاعو وكلاه، والديك مات. بعد واش قال الثعلب؟ قال هذه هي نتيجة الشخص المغرور، وانا الان ابحث عن مغرور اخر لاكله. من بعد عندهم تمرين آخر، قالوا لهم اختر الصفات المناسبة لكل شخصية ولونها. مثلا الديك هنا مجموعة من الصفات على حسب النص، التلميذ يخير الصفة الخاصة به. هل الديك مغرور؟ نعم الديك مغرور، وأصلا العنوان مكتوب الديك المغرور. هل كان ذكيا الديك؟ لا ما كانش ذكي، كان غبي. علاش كان غبي؟ كان مغفل وغبي. علاش؟ خطر ماش قدر يكلخلو الثعلب وداه بعيد على بلاصتو وكلاه. هل كان متواضع يعني بسيط؟ لا ما كانش متواضع. الثعلب هل كان طيب؟ هل كان كريم؟ لا هل كان متحايل؟ نعم لأنه استعمل الحيلة مع الديك. هل كان صادق؟ لا كان كاذب. هل كان مخادع؟ نعم عكس الصادق الصدق هو الخداع. الآن نمر إلى لهنايا إلى استعمال الصيغ. لكن قال الثعلب أنا لا أطلب شيئا لنفسي، لكني سمعت أن جماعة من الدجاج تبحث عن ديك شجاع جميل صاحب عرف يليق بالتاج. تفهمي لابنك لكن معناتها بالصح، وخليه هو يقراها مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى يفهم وش معناتها لكني، وبعد تطلبي منه يكون لك جمل مستعملا لكن. مثلا أنا يا بنتي وش قالت لي؟ قالت لي قالت الأم هيا يا أطفال لنذهب إلى حديقة الحيوانات لكن لا تقتربوا منها. هنايا أو عطى لهم هنايا مثال، استعمل الثعلب الحيلة لكن الديك صدقه. هنايا الثعلب مالغري استعمل الحيلة من بصح الديك أمنو، باسكو الديك هو صادق ماشي متحايل وماشي مخادع. الآن عطاو لهم ثلاث صور يقول لهم عبروا لي عليها، وعطاو لهم هنايا باش تبدأ الجملة، ولكن هما يستعملوا
الأسلوب لكن، ويكملوا الجملة تاعهم. أراد الذئب إمساك الخروف لكن الخروف هرب، ولا نقولوا أراد الذئب إمساك الخروف لكنه هرب، لأن في الصورة هنا نشاهدوا هنايا الثعلب وهنايا كاين، عفوا كاين الذئب وهنا كاين الخرفان. الذئب حب ياكل الخرفان، بصح الخرفان كي شافوه هربوا. هنايا سيارة خالي قديمة لكنها جميلة، سيارة خالي قديمة لكنها سريعة. يقدر يستعمل كلتا العبارتين لهنايا في الصورة، يعني يعبر على حسب واش كاين في الصورة ويكمل من المخيلة ديالو. كنت أريد الخروج معك لكنك مريض، لكنك نائم هكذا يا. الآن هنا التعبير الشفهي لهنايا، التلميذ ولا الطالب ولا بنتك ولا وليدك، يعبر على حسب هنايا الصورة. وهنايا قال لك تخيل نهاية أخرى للقصة مستعينا بالصور. أنا هنايا ما نقدرش نقول لك، هنايا التلميذ هو اللي يتخيل الصورة وحده، هو اللي يسرد الأحداث بحد ذاته. أنا راني وصلت لنهاية تاع الدرس، إن شاء الله تكونوا فهمتوه وكنت خفيفة ظريفة عليكم. أنا ما تبقى لي غير نقول لكم مع السلامة إلى حصة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.